شكرا لكم ديما للاستماع لإيافام، مرافقينكم بالأخبار باش ما يفوتكم حتى شيء، باش تكون عندكم كل الأخبار الصحيحة، باش تفهموا أكثر شنو اللي قاعد صاير في الوضع الدقيق اللي تمر به البلاد متاعنا. وهذا مهم جدا أنه تكون عندكم الأخبار الكاملة، تكونوا نجموا تكونوا صورة بالأراء متاع الفاعلين السياسيين الكل بالأخبار اللي تتويتر علينا زادها واللي ننقلها لكم بلحظة بلحظة لهنا في إيافام. الحديث على حزب قلب تونس والتصريحات، التصريحات من السيد أسامة الخليفي اللي يقول الرئيس أصاب بشأن الصورة التي بشأن الصورة اللي أصبح عليها البرلمان، ويقول حتى لو كان أنا ما كنتش معناتها جزء من تحكير الأجواء في البرلمان. قال هذايا بعد تصريح سبقه في برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة، يقول كنا قد نبهنا أيضا من ترديل مجلس نواب الشعب وممارسة بعض الأطراف السياسية، ويضيف نسجل ارتياحنا على الأقل، يكون القرار موحد للخروج من الأزمة الصحية وهذا فيه نوع من الإيجابية، ويشدد على تمسك حزبه بالديمقراطية والشرعية والدستور. فما شكون رأى تضارب في اللي قالوا النائب أسامة الخليفي عن قلب تونس. السيد عياض اللوم يقول قيس سعيد انتحر سياسيا، هكا علق السيد عياض اللومي القيادي بحزب قلب تونس وعضو اللجنة المالية بالبرلمان على القرارات اللي أعلن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم الأحد 25 جويلية، والبلاغ من رئاسة الجمهورية اللي تعرفوه توا الناس الكل. معانا السيدة شيراز الشابي عن قلب تونس. لا شيراز، مرحبا بك. وبيك عايشك، شكرا لك اللي انت موجودة معنا هنا في إيافام. الناس قادت شوية في تململ للشراز على موقف قلب تونس بين تصريحات سي أسامة الخليفي وتصريحات سي عياض اللومي. شنو موقف قلب تونس من قرارات رئيس الجمهورية وبلاغ رئاسة الجمهورية ليوم 25 جويلية؟ والله احنا موقفنا موحد. سي أسامة الخليفي عمل تصريح في التاسعة، انا عملت تصريح في التلفزة تي في وعملت في قناة الميادين. احنا نعتبروا اللي سيدة رئيس الجمهورية مخذيش القرار متاعه من فراغ. فما حالة احتقان في البلاد، فما حالة غضب شعبي، الناس خرجت للشارع في ازمة الكورونا. ليه معناتها هو باعتباره رئيس معناتها الجهاز التنفيذي، هو بيدو فهمت رئيس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، شاف من المناسب أنه يطبق 1080 من الدستور. معناتها أنتم موافقين القرار أو الخطوة هذه اللي عملها رئيس الجمهورية في قلب تونس؟ أي موافقين، لكن عندنا تحفظات في مواضيع. كيفاش تعلق المال على كلام السيد عياض اللومي اللي يقول قيس سعيد انتحر سياسيا ما دام تقولوا موافقين على الخطوه هذه؟ كيفاش ترى لي التصاريح كلها ماشيه فرد ثنيه؟ انت تعرف السي عياض اللومي مستقيل من الكتله. ايه مستقيل من الكتله سي عياض اللومي اللي هو يقول ولا يتعرف انه قيادي بحزب قلب تونس. لا، الاجتماع اللي حضرنا فيه في الكتله لكن في عياض اللوم، خاطر احنا القرارات تتاخذ في اجتماعات في الكتلة. معناتها انتم اجتمعتوا وحدكم، سي عياض اللومي مش موجود ومستقيل من الكتلة. يا اخي ما في بالكش اللي سي عياض اللومي قدم استقالته واللي هو نائب مستقل. هو نائب مستقل لكن هو محسوب على التوجه الفكري، خلينا نقولوا هذا. دوك هو انت مش موافقه اللي هو يقول قيس سعيد انتحر سياسيا، خلينا نقول انا سياسي. مش مانيش موافقه، هو هذه راي سي عياض اللومي، انت تسال فيا مش على راي اشخاص. انا نسالك انت كنائبه ونسالك انت كنائبه عن قلب تونس في تصريح باش نحي كل شيء السيد عياض اللومي اللي قال قيس سعيد انتحر سياسيا. انت ترى لي ما نجموش احنا نحكموا على قيس سعيد شنو انتحر ولا ما انتحر سياسيا الا ما نشوفوه، خاطر توا الخطوه هذه لازم تتبعها خطوات اخرى، تكوين حكومه، ايجاد حلول للمشاكل اللي موجوده توا على الطاوله. ترى اللي هو معناتها رئيس الجمهوريه نجم يتجاوز هالمده هذيا لو كان اخذ القرارات الصائبه. شنو هي القرارات الصائبه اللي تراها لشيراز دوك رئيس الحكومه وشنو اخر؟ لازم بشرق حلول في علاقتنا بالإفهامي، في المطالب اللي طلبتهم منا الإفهامي، في موضوع الدعم، في موضوع كتلة الأجور، في موضوع المؤسسات العمومية، في موضوع الفصفات،
إذا كان معناتها باش يقدم باكيج كامل وتصور كامل بطبيعة الحال ما نجمو كانوا يكونوا معاها راه. وإحنا هذيك كانت مطالبنا من اللي دخلنا للمجلس من الجمعة الأولى، قلنا نعملوا حكومة إنقاذ وطني راهي. لشيراز ربي تقطع التليفون مع لشيراز الشابي، مهم أنه نكملوا نسمعوا فكرتها الكل، ومهم أنه نفهموا زادة من عندها، خاطر مهم جدا اللي كانت تقول فيه السيدة شيراز الشابي بطبيعة عن قلب تونس، ونحكي على المواقف الحزب ومواقفها زادة من تصريحات متاع النواب الأخرين المعنيين هما مباشرة ببلاغ رئيس الجمهورية ل 25 جويلية كبر لمنيين بطبيعة. دونك ماذا بيا ترجع معنا بالتليفون، ظهري فما مشكلة صغيرة تاع غيزو، مش مشكلة نستناو لشيراز. نعاود نفكر السيد أسامة الخليفي يقول الرئيس أصاب بشأن الصورة التي أصبح عليها البرلمان بعد ما كان قال أنه معناتها ما همش في زيتون. مدام شيراز شابي قولوا لي معايا بالتليفون، رجعت معنا، مرحبا بك لشيراز وسمحنا للتليفون تقص. اسمح تفضل. لله قلت لي ما تعتبرش مش بالضرورة يكون قيس سعيد انتحر سياسيا، وتقول هذا مشروط بنقاط. النقطة الأولى اللي ذكرتها أنه تسمية رئيس حكومة، ذكرت لي في مي ومن بعد قص التليفون. استنى منك نقاط الأخرى. لابد مش يعطينا خريطة الطريق، حتى هو سيد رئيس الجمهورية يعطينا بعض النقاط، لكن لازم يعطينا شنو باش يعمل في الأشهر القادمة، وشنية الإجراءات اللي باش يعملها، وشنية السياسة اللي باش يتبعها، وشنية الأولويات اللي عنده، وشنية الحلول اللي باش يقدمها للشعب التونسي. احنا نعرفوا اللي حالة احتقان متاع الشعب التونسي، نقولوا احنا 50% السبب متاعها اقتصادي. ولذلك توا الملف الاقتصادي يلزم يوليه الأولوية معناتها القصوى باش نخرجوا من الأزمة المالية اللي احنا فيها. باش زادة الطبقة السياسية والشعب التونسي لا يصاب بخيبة الأمل، معناها هو توا الشعب التونسي في حالة متاع أفوغي يستنى باش يتوجد حل للمشاكل متاعو. إن شاء الله سيد رئيس الجمهورية نتمناو له التوفيق، على خاطر راهو كي نقول نتمنى له التوفيق نتمنى التوفيق لتونس. معناتها انا نحب ناخذ زاد رايك مدام شيراز في نقطه مهمه برشا، انت تو تتمنى التوفيق لرئيس الجمهوريه وتتمنى التوفيق لتونس، والكلنا نتمنوا التوفيق لتونس. مدام شيراز شنو انتم انطباعكم ديما في قلب تونس ككتله على البيان اللي خرج ولا اللي خرجوا رئيس الحكومه المعفى السيد هشام المشيشي، كيفاش قريتوا هالباساسيون هذه؟ والله انا نعتبرها معناتها سيد رئيس الحكومة هشام المشيشي مشكور، نعتبرها حركة وطنية اللي هو معناتها محبش يكون جزء من المشكل، خاطر الدستور كيف ما تعرف يقتضي طبعا طريقة لإعفاء رئيس الحكومة، وهي يلزم المرور عبر البرلمان عن طريق لائحة اللوم أو الاستقالة. يعني رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقيل رئيس الحكومة. والفصل 80 معناتها يقول اللي الحكومة لا يمكن إقالتها في حالة اللجوء إلى الفصل 80. سيد رئيس الحكومة في حالة الاحتقان اللي موجودة في تونس هشام المشيشي رامي الصالح اللي كونه ما يكونش هو جزء من المشكل، وقدم استقالته وتمنى معناتها التوفيق اللي باش يجي بعد، وقال انا مستعد باش نتعاون معاه كان حاجته باي حاجه، يعني كان في مستوى اخلاقي نعتبره رفيع. ان شاء الله ان شاء الله الناس الكل تتصرف بهذه الطريقه اللي معناتها نقدموا فيها المصلحه الوطنيه على المصلحه الشخصيه. سيدة شيراز الشابي، النقطة الموالية تحكي على خروج الناس في الشارع، الناس خرجت نهار 25 جويلية، ظهر لي الصور كانت واضحة وفيديوهات كانت واضحة بعفوية كبيرة، وبرشا ناس خرجوا قالوا احنا مناش ضد حزب بعيني، لكن حزب لكن رافضين المنظومة اللي تحكم، رافضين اللي عايشين لمدة 10 سنين. انتم في ائتلاف مع الحزب اللي يحكم اليوم، انتم زادة موجودين مع في ائتلاف مع حركة النهضة وفي توافق مع حركة النهضة، كيفاش قريتوا خروج الناس إلى الشارع؟ كيفاش خذيتوه؟ كيفاش قريتوه أنتم ككتلة برلمانية؟ شوف هذه من المغالطات اللي يصر عليها الإعلام. علاش مغالطات مدام شيراز؟ احنا عمرنا ما كنا في ائتلاف مع حركة النهضة.
الائتلاف يجي معناتها ما كمش في توافقات مع حركة النهضة بنص الدستور الائتلاف يكون ائتلاف حكومي معناتها ناس يتفاهموا باش يعملوا حكومة مع بعضهم كيف ما عملوا حكومة الفخفاخ مثلا هذيك حكومة ائتلافية لأنه كان فما ممثلين من مختلف الأحزاب كوزراء كانت التيار مع حركة النهضة معها تحية تونس مع كتلة الإصلاح عملوا حكومة مع بعض لكن فما قوة أخرى وبوفاغ آخر اسمه البرلمان التونسي مدام شيراز الشاب يا أخي هذوما منبثقين من البرلمان هذوما عملوا حكومة ائتلافية مع بعضهم وهكاك معناتها عمره ما كان فما توافق بين قلب تونس وحركة النهضة حركة النهضة وقلب تونس وتحية تونس وكتلة الإصلاح صوتوا لحكومة المشيشي على تصوتوا لحكومة اختارها رئيس الجمهورية وقدمها رئيس الجمهورية للبرلمان يعني احنا في 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 حالة مختلفة احنا هونية معناتها عملنا ائتلاف او حزام سياسي حول حكومة المشيش مع الناس سياسة مشتركة وبرنامج مشترك نطبقوا فيه احنا مع حركة النهضة بيه مدام شيراز انا عندي سؤال والحقيقه خاطر نحب نخرج من هالدوامه هذيا نتاع الفيك نيوز اللي قاعده تدور والاخبار الصحيحه والغلطه ونحب الناس تسمع الصحيح فما اخبار تجي من برشا مصادر مختلفه عن وجود السيد نبيل القروي والسيد اسامه الخليفي اليوم في فرنسا ومش في تونس الكلام هذا صحيح ولا غلط والله انا اللي متاكده منه اللي اسامه الخليفي في تونس اسامه الخليفي في تونس السيد نبيل القروي سيد نبيل القروي ما شفتوش ما نكذبش عليك هو اتصل بينا عن طريق الواحد التيمز لكن ما شفتوش هو وين ما نجمش نقول لك خاطر انا ما شفتوش هو معناتها مش مهم انه سيد نبيل القروي تعرفوا هو وين في الازمه هذية اللي تمر بها البلاد كرئيس كتله كرئيس حزب اجتمعنا الكلنا مع بعضنا في التيمز لانه اجتمعنا في الليل انت تعرف فما كوفر فو اكيد نعرف ايه نعرف زاد اللي فما تكنولوجيا تخلينا نتصل الناس كل ببعضنا كما قاعدين نعملوا كمواطنين ولا اعلاميين ولا غيره يعطيك الصحه اي دونك اجتمعنا احنا وقتها بعد اعلام 25 جويليه نتاع السيد رئيس الجمهوريه ومسالنيش انا واحده من الناس ما جاش في بالي جمله مش نسالو هو وين بالنسبه لي راهو في تونس معناها خاطر احنا ما حاولتوش تتاكدوا كي سمعتوا الاشاعات ولا الاخبار هذيا اللي تقول السيد نبيل القروي موجود في فرنسا ما حاولتوش تتأكدوا؟ الحقيقة اتصلت بيه ما هش عليه تليفون ده ما عنديش ما انا معناتها اتصلت بيه اليوم ومش باش نسألوا على الموضوع هذايا مش تسألوا على موضوع آخر ما هش عليه تليفون لكن كان واحد باش يتبع الإشاعات ويسأل لا ذاك علاش نسأل فيك مدام شيراز قلت أكيد عندك المعلومة مدام في كتلة قلب تونس أكيد تعرفوا السيد نبيل القروي من موجود جغرافيا معناتها في البلاد ولا مش في البلاد على الأقل خلينا من فرنسا عملناها ونهار 25 ما عندوش برشا عنده نحكيو احنا اليوم نهار 27 معناها مش غير بركة احنا الأحداث كثرت علينا اللي نسألوها كاين شهر توا تعدى نو نهار 25 في الليل اجتمعنا بالتيمز وما سألناش الحقيقة على الموضوع هذا أما أنت متأكدة لسيد أسامة الخليفي موجود في تونس متأكدة لأسامة الخليفي موجود في واضح سيدة شيراز الشابي نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا مرة أخرى نعتذر على انقطاع الخط قبيلة لظروف تقنية شكرا لك على كل هذه التوضيحات بارك الله فيك وبارك الله فيك اللي كنت معنا شكرا لكم الكل اللي قاعدين نتابعوا فينا كنت تسمعوا في مدام شيراز الموقف نتاعها موقف الكتلة نتاعها اللي هما اجتمعوا على أونلينيا كما احنا قاعدين نعملوا المواطنين باش نجتمعوا مع بعضنا في الليل ما تعرفش وين موجود سيد نبيل القروي حاليا هل هو في تونس ولا مش في تونس اخبار دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي حابين نتاكدوا حابين ناخذوا المعلومه من كتله قلب تونس اللي قلنا اكيد راهم يعرفوا الاكيد انه مدام شيراز الشابي تقول لي هي ما تعرفش وتاكد انه السيد اسامه الخليفي خاطر نفس الاخبار راجت زاده للسيد اسامه الخليفي موجود في فرنسا تقول لا السيد اسامه الخليفي موجود